رمضان كريم. أنا شيف ربيع عامر، اليوم عم نحضر وصفة من المطبخ الهندي. وصفتنا هي برياني الدجاج، عم نستخدم فيها صدور الدجاج من أمريكانا. تابعوا معنا الخطوات لتشوفوا الطريقة ولا أسهل. هون عندنا صدور الدجاج من أمريكانا، أنا بستخدم بهاي الوصفة صدور الدجاج. خلينا نحضر وصفتنا خطوة بخطوة. رح قطع الدجاج مكعبات شوي كبيرة بهذا الشكل. مثل ما أنا شايفين صدور الدجاج لونها بشهي، طبعا الدجاج من أمريكانا حلال 100%. خلينا نبلش بالخطوات. أول شيء رح ضيف السمنة، وفي عنا البصل، طبعا أنا مقطع البصل بشكل جوليان جوانح، قد ما كترنا بصل بالبرياني طلع كتير طيب. أنا مباشرة مع البصل بضيف الباقة العطرية اللي هي الجافة اللي هي القرفة، ورح ضيف كمان اللومي المجفف، بس رح افتح اللومي المجفف شوي كرمال أخذ النكهة من اللومي. حبوب الهيل، وهيك نحن رح ناخذ نكهة برياني دجاج ولا أطيب. هلا رح انزل بالثوم او معجون الثوم مع الزنجبيل. هلا صار فيني ضيف الدجاج، رح ابتدي ضيف الملح والبهارات. هلا رح ضيف الكركم، البهارات الاماراتيه المشكله بتعطينا طعمه كثير طيبه. حط رشة هيل، هلأ رح انزل بمكعبات الطماطم، رح قلبهم شوي، بعدين رح ضيف الكزبرة وصلصة الطماطم. الكزبرة الخضراء ضفنا صلصة الطماطم، هلأ رح نغطي الطنجرة لينطبخوا 10 دقايق، وبعدين رح نشوف الخطوات مع بعض. أنا رح ضيف هلأ عليه الدال المسلوق 10 دقايق بس، وشوفوا حبة الدجاج كيف صار شكله. هلأ رح ضيف الروب عليها، ونرفع هذا الخليط على جنب كرمال نبلش نشكل بطبقات البرياني بنفس هي الطنجرة كرمال نحصل على التيست والطعم الصح. أنا تركت بسفل الطنجرة شوي من هذا الصوص كرمال يعطينا نكهة معززة بشكل أكبر. رح ضيف الرز المسلوق، الرز البسمتي اللي أنا سلقته وحضرته. هلأ رح ضيف، رح رجع الدجاج يلي حضرناه، حط عليهم رشة صغيرة من الكزبرة وشوي بصل محمر، فينا كمان حط معه شوية زبيب. هلأ رح رجع كمية الرز المتبقية، في عندي شوية صوص هون فينا نخليهم هون بالوسط، وهلأ رح حط الزعفران يلي منقع بماء الورد، ورشي من الكزبرة والبصل المحمر، واتركها، ارجع غطيها واتركها على النار نص ساعة على نار هادية. وهيك البرياني صارت جاهزة، الريحة بتعقد، وأكيد الطعم رح يكون ولا أطيب. رح نزينها باللوز، نحط شوية كاجو، وهيك وصفتنا برياني مع صدور الدجاج من أمريكانا صارت جاهزة. يا رب تكون عجبتكم.